شو هي أهم توقعات الفلك لمواليد الثور بالأسبوع الأخير من شهر كانون الثاني جانوري 2022؟ عزيزي الثور، بعد ما رهنت على يومين هن الجمعة والسبت يلي مضيوا، بدي أقول لك إنه في حوار جيد بيسود ابتداء من الأربعاء، بس قبل هالشي بدك تكون متحفظ جداً. يعني بين الجمعة والتنين بدك تكون كتير، بين الأحد والتنين بدك تكون كتير متحفظ، يعني بين الأحد 23 والتنين 24. بعدين عندك حوار ببلش الأربعاء، وبيكون الخميس كمان جيد، وبينتهي الشهر مع مزاج هادئ جدا وأكثر رونق من بداية الشهر. بتطل على بعض اللقاءات الحلوة بين الأحد 30 والتنين 31، بس ما تترك بعض الشؤون الماضية تأثر على أوضاعك الراهنة. الماضي كتير أنت مأثر عليك، من صار له سنتين تقريبا كتير ضاغط عليك وأنت متأثر فيه، هلأ بدك تتصرف، وأنه دايما وأنه المستحيل ممكن يصير، ما رح تفشل يا عزيزي.